برحب بحضراتكم مشاهدينا في حلقة جديدة من نبض الكرازة في ميعادنا الأسبوعي اللي بيتجدد مع حضراتكم كل يوم خميس في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. حالا هبدأ مع حضراتكم بأهم العناوين. قداسة البابا يكرم أسر الأبناء ذوي الإعاقة السمعية ويحذر من زواج الأقارب. قداسة البابا يستقبل وفد أساتذة جامعات أوروبية. قداسة البابا يدشن كنيسة الملكة هيلانا بالمعادي ويهدي جزءا من رفات الملكة هيلانا للكنيسة المدشنة. برحب بحضراتكم مشاهدينا في تفاصيل أخبارنا واللي هنبدأها بإن قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء امبارح من كنيسة القديسة العذراء مريم القديس الأنبا بيشوي بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، واستكمل قداسته سلسلة محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة، وأشار إلى إن موضوع الحد اللي جاي هو أحد المفلوج، واتكلم عن أهمية التعامل مع المريض في الأسرة. قداسة البابا كرم 23 أسرة من الأسر اللي بيها أبناء وبنات عندهم إعاقة سمعية، وده كان ضمن فعاليات احتفال الكنيسة بعيد الأسرة واللي جه خلال اجتماع الأربع الأسبوعي لقداسته، ويقدم فريق اسمعني المكون من أفراد من ذوي الإعاقة السمعية ترنمتين، وطلبوا التقاط صور مع قداسة البابا بمشاركة أسرهم وخدام وخادمات الأسر التابعين لمركز الرجاء بكنيسة القديسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة. وأشار قداسة البابا إلى مجهود الخدام والخادمات المجهودات الكبرى في الخدمة دي بشكل عام وكمان في ترتيب فقرات احتفال اليوم، وحذر قداسته من زواج الأقارب وضرورة التوعية بالأمراض الوراثية الناتجة عن الزواج ده قبل ارتباط المقبلين على الزواج، وأهمية قراية تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث بيرصد المخاطر الصحية الناجمة عن زواج الأقارب. قداسة البابا تودروس الثاني قابل في المقر الباباوي بالقاهرة نيافة الأنبا أنتوني أسقف إبرشيت أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، وناقش قداسة البابا مع نيافته بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي في إبرشيته. قداسة البابا تودروس الثاني قابل في المقر الباباوي بالقاهرة يوم الثلاث اللي فات وفد من أساتذة الجامعات من دول ألمانيا والنمسا وسويسرا، واللي بيشاركوا في مؤتمر علمي بتجرى فعالياته بالقاهرة دلوقتي، ويلقى عليهم قداسة البابا محاضرة اتكلم فيها عن لمحات من تاريخ مصر والكنيسة القبطية ودورها في المجتمع. وفي ختام اللقاء أهداهم قداسته كتاب عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر باللغة الإنجليزية تشجيع ليهم على زيارة مسار العائلة المقدسة ونقاطه في مصر. وحرص أعضاء الوفد على التقاط صور التذكارية مع قداسة البابا، وتوجهوا بعدها إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ومزار القديس ماري مرقس الرسول لزيارتهم. المكتب الباباوي للمشروعات نظم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة يوم الثلاث اللي فات احتفالية لتكريم المرأة المصرية ودورها الملموس في المجتمع تحت عنوان تنمية المرأة لتنمية المجتمع، وافتتح قداسة البابا تودروس الثاني الاحتفالية من خلال معرض للمنتجات الصغيرة للسيدات بيدعمهم المكتب الباباوي للمشروعات، واستضاف المقر الباباوي في إطار الاحتفالية 120 سيدة من مناطق مختلفة، وده بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة.
بمناسبة عيد الأسرة، قداسة البابا طوادروس الثاني تفقد مقر الديوان الباباوي العام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكان في استقباله المهندس رفيق طوخي رئيس الديوان ومديري الإدارات والعاملين، وزار قداسته إدارات الديوان واستمع لشرح عن التجديد الإنشائي والتطوير التكنولوجي اللي تم وافتتح بعض منها. كمان كان لقداسته جلسة مع العاملين ألقى خلالها كلمة وناقش معهم بعض الآراء والمقترحات اللي قدموها وجاوب على أسئلتهم. قداسة البابا طوادروس الثاني شارك في حفل تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، واللي اتعمل يوم الاثنين اللي فات في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من رموز الدولة. قداسة البابا طوادروس الثاني دشن يوم الحد اللي فات كنيسة القديسة الملكة هيلانا بالمعادي التابعة لإبرشية المعادي، وأهدى قداسته للكنيسة جزء من رفات الملكة هيلانا بمناسبة التدشين. ولدى وصول قداسته للكنيسة أزاح الستار عن اللوحة التذكارية اللي بتؤرخ لتدشينها، وتم التقاط صور تذكارية لقداسته بجوار اللوحة، ومعاه نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس وكهنة الكنيسة. ويتوجه بعدها قداسة البابا إلى داخل الكنيسة ليبدأ صلوات التدشين، وتم تدشين مسبح بالكنيسة في الدور الأول على اسم الملكة هيلانا، ومسبح ثاني بكنيسة الدور الأرضي على اسم القديسة العذراء مريم، وكمان شرقية الهيكل وحامل الأيقونات وأيقونات صحن الكنيسة بكل من الكنيستين. وقدم قداسته الشكر في كلمة بعد التدشين لكهنة الكنيسة ومجلسها والشمامسة، وكمان للمهندسين والفنيين اللي شاركوا في عمليات بناء وتجهيز الكنيسة. قداسة البابا طوادروس الثاني حضر يوم الخميس اللي فات احتفالية كنيسة الشهيد ماري جرجس بسبورتنج في اسكندرية بالعيد الـ44 لنياحة القمص بشوي كامل اللي تنيح في 21 مارس عام 1979. وتوجه قداسته لدى وصوله الكنيسة إلى مزار القمص بشوي كامل الموجود، وصلى صلاة الشكر وسكب الحنوط والأطياب على المقبرة اللي فيها جثمانه. مشاركة قداسة البابا السنة دي في الاحتفال بعيد نياحة القمص بشوي كامل بتيجي بمناسبة اعتراف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل رسمي بقداسة القمص بشوي كامل في شهر 6 من السنة اللي فاتت. كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا بشوي رئيس المتوحدين بمدينة السلام احتفلت يوم الجمعة اللي فاتت بعيد الأسرة، وده بالتزامن مع العيد الـ20 لتدشينها، كان بحضور مجمع الآباء كهنة الكنيسة والخدام والشعب وبحضور الأستاذة نيفين ثروت باسيلي. متابع احتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة السلام يوم الجمعة الماضي بعيد الأسرة بالتزامن مع الاحتفال بالـ20 لتدشينها بيد مثلث الرحمات والطوبة قداسة البابا شنودة الثالث. وحضر الاحتفالية الآباء كهنة الكنيسة والخدام والشعب، بالإضافة لمدام نيفين ثروت باسيلي اللي اتكلمت عن ذكريات دكتور ثروت وعمل ربنا معاه وقت بناء الكنيسة. الحقيقة أنا مهما اتكلمت مش عارف أوفي الناس الجميلة دي حقها. قداسة البابا شنودة كونه إنه يهتم كان بنفسه، كان كل ما بابا يدعي يشوف الكنيسة والتطورات والبنى كان بيجي رغم مشاغله وصحته وكل حاجة. كنايس اللي عملها في جمهورية مصر العربية كلها فوق مباني بناها للسماء، أنا ما أقدرش أحصر عددها وما أعرفهاش لأن عرفت كتير بعد ما سافر السماء. أنا كل اللي أقدر أقوله إنه كأب عرف يخبي علينا فضايله ويعرفها للسيد المسيح بس. ربنا بعتها لنا هدية كده بإيد دكتور ثروت باسيلي الله ينيح نفسه، بناها من سنة 2003 واتدشنت بإيد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. النهاردة بنحتفل بعيد نياحته، وحبينا أن يكون اليوم
في ذكرى نياحة البابا شنودة، وفي ذكرى لتدشين الكنيسة اللي كان يوم 10 مارس 2003، وكمان باعتبارنا شهر مارس عيد الأسرة، فحبينا أن الكنيسة كلها تبقى فرحانة بالمناسبة دي، ويبقى أكبر فرصة نتجمع فيها بأكتر من مناسبة الناس كلها تفرح مع بعض. وجايين كل الأمهات نرحب بيهم، وفي هدايا وفي فقرات حلوة جدا، وفي النهاردة خادم هيتكلم عن القيادة في الأسرة. لمن القيادة في الأسرة؟ هل القيادة للأسرة لربنا، ولا للزوج، ولا للزوجة، ولا ربنا هو اللي بيسود على الأسرة؟ وبرضه هيتكلم عن المسؤولية داخل الأسرة. هل المسؤولية، هل كل الرجل له مسؤولية، والزوجة لها مسؤولية، والأولاد عليهم مسؤولية تجاه الأسرة يعني. شهدت الاحتفالية عدد من الفقرات زي كورال الأطفال وعرض مسرحي وكلمات الآباء الكهنة، واختتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية وسط فرحة شعب الكنيسة اللي بناها الدكتور ثروت باسيلي على أعلى مستوى يليق ببيت ربنا ليحتضن الآلاف من شعب المنطقة. كامل يوسف، سي تي في. إسقفية الشباب نظمت يوم السبت اللي فات احتفالية لتوزيع جوائز مهرجان الكرازة على مستوى 5 إبرشيات مختلفة في بيت الإسقفية بمنطقة العجمي غرب اسكندرية، وكان بحضور نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رفائيل أسقف عام كنايس وسط القاهرة، والأنبا إغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى. الاحتفالية شهدت توزيع الكؤوس والدروع لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل المسابقات، ده بالإضافة لتوزيع دروع للفائزين في المهرجان من عام 2019 حتى عام 2022 اللي تم إيقاف الاحتفالات فيهم بسبب انتشار كورونا. وضمت الاحتفالية آلاف الشباب من أبناء بطريركية الأباط الأرثوذكس بإسكندرية ومطرانية البحيرة وتوابعها، بالإضافة إلى إبرشيات طنطا والمنوفية والمحلة الكبرى. متابع نظمت أسقفية الشباب يوم السبت الماضي احتفالية لتوزيع جوائز مهرجان الكرازة المرقصية على مستوى 5 إبرشيات مختلفة في بيت الأسقفية بمنطقة العجمي غرب الأسكندرية، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا إغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى. كورونا دي طبعا عملت ربكة كده، لكن انتهت الحمد لله. ودلوقتي قلنا ترجع الأنشطة زي ما كانت وما تقلش تزيد، وكنا متصورين يعني ان اولادنا هيجزعوا ويعني يقول لك نيجي، لا ما نجيش، لا مش عارف تجمعات، لا لقيناهم بيقبلوا بأعداد ضخمة جدا على كل النشاطات اللي بتتعمل. نشكر الله أن بعد انتهاء الموجة بتاعت كورونا رجعت الكنيسة والشباب والأنشطة بتاعتهم بقوة، ونتمنى أن ما يكونش في أي عوائق تعطلنا تاني عن ممارسة نشاطاتنا الكنسية بكافة تنوعها. يعني جايين النهاردة من المحلة عشان نشترك في مهرجان الكرازة اللي هو كان متوقف بسبب الكورونا 3 سنين، بس احنا كان عندنا في المحلة في نشاط من ايام سيدنا المتنيح الأنبا كراس، كان نشاط أسقفية الشباب كان موجود ومستمر بالرغم ان كان في كورونا، لكن كنا بنعمل النشاط ده كان موجود. وانا السنة دي برضو عملنا النشاط ده، كان في شباب كتيره مشتركين فيه. لبست محفوظات مستوى تاني في 2019 في محفوظات مستوى تاني، طلعت المركز الاول فيها، بس انا بحب المزامير جدا وبحب المحفوظات. اللي شجعني على كده المهرجان، الحاجات دي حاجه حفزتني جدا لان انا اعرف احفظ وشجعتني. اخدنا مراكز، اخدنا 2 في 2019 مركز تاني الحاد مستوى تاني، ومركز تاني الموهوبين، وفي 2022 اخدنا مركز اول في الموهوبين. برغم الظروف اللي حصلت وبرغم فيروس كورونا، الا ان اسقفيه الشباب صممت انها تفرحنا، ويعني مفيش حاجه ضاعت، مفيش جوائز ضاعت. احنا جايين هنا النهارده عشان نستلم الجوائز بتاعتنا ونفرح يعني بالنجاح بتاعنا. احنا المفروض ان احنا اخدنا مركز اول كورال مرحله ثانوي،
هو ده الصراحه فرق قوي مع البنات، لان كان في بنات كتير هما مش بيحبوا الترانيم، يعني ممكن يكونوا بعاد شويه عن الكنيسه بس مثلا بيحبوا يسمعوا اغاني بيحبوا كده، فده اثر معاهم قوي ان هما يبتدوا يحولوا الموهبه اللي عندهم دي ناحيه الكنيسه وتشدهم اكتر للكنيسه. وطبعا الترانيم فرقت معاهم قوي كفكره المهرجان نفسه. شهدت الاحتفالية توزيع الكؤوس والدروع لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل المسابقات، بالإضافة لتوزيع دروع للفائزين في المهرجان من عام 2019 لعام 2022 واللي توقفت فيهم الاحتفالات بسبب انتشار فيروس كورونا. ضمت الاحتفالية آلاف الشباب من أبناء بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية ومطرانية البحيرة وتوابعها، بالإضافة إلى إبرشيات طنطا والمنوفية والمحلة الكبرى. في أجواء روحية مفرحة دشن قافت الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها صباح يوم الحد الموافق 12 من مارس الحالي كنيسة الشهيد العظيم جرجس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بشبرا الخيمة، وكان بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وبحضور شعب الكنيسة. متابع في أجواء روحية احتفالية مفرحة دشن نيافة الحبر الجديد للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها صباح يوم الحد كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بشبرا الخيمة بمشاركة عدد كبير من الأباء الكهنة والشمامسة وبحضور شعب الكنيسة. النهاردة يوم مبهج فعلا، يعني بوجود سيدنا وبالتدشين بعد يعني لينا سنتين أو أكتر بنجهز، ونشكر ربنا، يعني الشعب كان فرحان قوي وكلنا فرحانين، نشكر ربنا بعمل ربنا يعني الحمد لله. تدشين يعني تخصيص المكان وتبريك المكان للقداسات والأسرار الكنسية اللي بتتعمل في الكنيسة وأسرارها كلها في هذا المكان. فتدشين يعني تقديس المكان لحلول الروح القدس فيه لمباركة المكان ومباركة الأشخاص الموجودين في المكان. إيد ربنا اللي هي بتبتد، يعني ما كناش وصلنا لهذا اليوم العظيم، وهذا هو اليوم الذي سنعرب فنبتهج ونفرح فيه ونفرح كلنا بتدشين كنيسة ماري جرجس بيد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وكل توابعها. بنشكر سيدنا كتير على تشريفه لينا وتدشين هذه الكنيسة العظيمة. في الحقيقة يعني احنا استغمرنا سعادة بسبب موضوع تدشين الكنيسة، لأنه كان حلم بقاله فوق العشر سنين. كنيسة خدت وقت في توضيبها وابتدى في توضيبها المتنايح لكموس يونان، لكن ربنا ما ادلوش انه يكملها، لكن بصلواته طبعا بعديها ابونا حنانيا قدر يشتغل فيها بشكل كويس. ونشكر المسيح زي ما انتم شفتوها النهارده في قداس التدشين، حاجه رائعه يعني. نتمنى انها تكون سبب بركه وسبب توبه للناس، تكون سبب ان الناس تيجي تصلي وتفرح بالمسيح. دلوقتي الاباء اللي كملوا كلهم يعني ربنا يعوض تعبهم. أبونا كان يعني الكل عارف إن هو كان عشقه للكنيسة لا يوصف، يعني لدرجة إن هو ما كانش بيقعد في البيت قد ما بيقعد في الكنيسة، كان كل قعدته في الكنيسة. وطبعا هو دلوقتي في السماء فرحان جدا، وحبيبه ماري جرجس هما الاثنين فرحانين جدا جدا في السماء باليوم دون. يوم عيد عندنا، ان النهارده كان يوم من الايام اللي بتتحسب في السنه اعياد، يعني ان احنا شرفنا النهارده نيافه الحبر الجليل الانبا مرقص اسقف شبرا الخيمه لتدشين كنيسه ماري جرجس، وقد ايه احنا مبسوطين وفرحانين الشعب كله. كان النهارده يوم عيد فعلا وما كانش ناقصنا اي حاجه، ونشكر ربنا. فرحة كبيرة عبر عنها كهنة وخدام وشعب الكنيسة بتدشينها اللي يعتبر شهادة ميلاد ليها بعد فترة طويلة من الإنشاءات والتجهيزات، علشان تخرج الكنيسة بالشكل اللي يليه بأولادها وتكون ليهم سفينة نجاة توصلهم للسماء. كامل يوسف، سي تي في.
كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل في اسكندرية نظمت اليوم الروحي المتميز صاحب ملك لشباب وشابات اسكندرية يوم الجمعة الموافق 10 من مارس ببيت القديس معين الخراز في وادي النطرون، وكان بحضور نيافة الأنبا هرمينا أسقف عام كنائس شرق ووسط اسكندرية وبوجود أكثر من 2000 شاب وشابة من مختلف كنائس اسكندرية. وتابع بحضور نيافة الحبر الجليلي الأنبا هرمينا أسقف عام كنائس شرق ووسط الأسكندرية، نظمت كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل يوم روحي بعنوان صاحب ملك لشباب وشابات الأسكندرية يوم الجمعة الماضي ببيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون. يوم النهاردة يوم روحي للشباب تحت عنوان صاحب ملك. الاختيار العنوان ده دي معنيين. المعنى الأولاني صاحب ملك، إن أنا عندي الله هو الملجأ بتاعي، فأنا بلتجئ إليه في ضعفي في حزني في ألمي، هو فتح حضنه لي، أو كنت مكسور كنت مطرود كنت مجروح أيا كان، هو الملك بتاعي. يوم متنوع في الفقرات ما بين كلمتين، كلمة الصبح وكلمة في الوقت بعد الظهر، وفي بريك في ألعاب وفي فقرات مختلفة بتوصل رسائل. عندنا أرضين أساسيين، أرض اسمها أنا مش عارفني وأرض اسمها أنا تحت الإنشاء، كل أرض من دول فيها باكيات بتوصل رسائل مختلفة. شارك في الحضور أكثر من 2000 شاب وشابة من مختلف كنائس الأسكندرية، وهدف اليوم الروحي توصيل رسالة إن كل شخص مسيحي له ملك في ملكوت السماوات. اللي عجبني في اليوم ممكن نبدأ من أول الاستقبال. الاستقبال كان حلو جدا، وإن هم كانوا لابسين زي ملوك كده وبيدونا حاجة زي شيك كده. جوه الشيك ده في آية، كل واحد فينا لمسوا الآية دي. بعد كده طلعنا، الوعظة كانت حلوة جدا. نزلنا الباكيات، كل باكية كان ليها هدف، ودونا زي حاجة شهادة كده بنمشي بيها واحدة واحدة ونستفاد منها كل حاجة. فكرة اليوم عجبتني قوي، وكان بيتكلم عن الأمان، والوعظة كانت لطيفة قوي، وفكرة اليوم بيعبر عن المشاركة وإن احنا نتعاون مع بعض، وفكرة إن احنا نفضفض في ورقة وبعدين نفضفض للناس، دي كانت حاجة كويسة تعبر عن مشاعرنا والحاجات اللي احنا حاسينها ومش عارفين نعبر عليها للناس. كان يوم مميز معانا من أول الاستقبال، بعد كده دخلنا القاعة رنمنا وصبحنا لربنا، والترنيم لمست قلبنا جدا. ثانيا الوعظة بتاعت الأنبا هرمينا كانت تتكلم عن الأمان، وإحنا إزاي نلاقي الأمان في الكنيسة وفي بيتنا وفي الشارع وفي كل حتة، إن إحنا نبقى قريبين من ربنا، لمست قلبنا وكانت وعظة جميلة جدا. النهاردة بدأنا اليوم بالاستقبال، كان حلو قوي قوي، الناس كان بشوشة كده وسمايلي فيسز وكانت جميلة. بعد كده دخلنا طلعنا الوعظة كانت حلوة قوي، الباكيات كانت حلوة جدا. أكتر حاجة استفدت بيها أنا بقى شخصيا النهاردة إن أنا أكرس وقت في يومي يعني بابا يسوع، عشان أنا كنت أوقات كتير قوي عندي شغل، عندي كلية، عندي دراسة، فمش بعمل كده، بنسى بكسل الكلام ده كله، بس لقيت إن هو لأ. استفدت النهاردة إن كان ترنيم حلو، وكانت الألعاب رغم إنها كانت ألعاب بس كان فيها استفادة روحية أنا استفدتها، وكمان كلمة الأنبا هرمينا كانت كلمة حلوة جدا، وبتعلمنا إن إحنا مهما عملنا ربنا في الآخر إحنا أولاده وده بيت ربنا يعني. تضمن اليوم عظات روحية وترانيم ومجموعة من الألعاب المميزة، بالإضافة لفقرة الاستقبال عن طريق خادم بيرتدي ثوب ملك وبيقدم شيك لكل شاب بآية من الكتاب المقدس مناسبة لفكرة اليوم. برحب بحضراتكم مشاهدينا وأخبار الكنيسة في المهجر، واللي هنبدأها من فرنسا. للسنة الثانية على التوالي إبرشيد باريس وشمال فرنسا نظمت معرض الرسم والصور اللي شارك فيه حوالي 75 شخص من كل كنائس الإبرشية بكل المراحل العمرية، واللي كان الهدف منه هو اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الأولاد والشباب. وفي نهاية اليوم قام نيافة الأنبا مارك أسقف الإبرشية بتوزيع هدايا لكل المشاركين والتقاط بعض الصور التذكارية. وتابع للسنة الثانية على التوالي نظمت إبرشيد باريس وشمال فرنسا معرض الرسم والصور اللي شارك فيه حوالي 75 شخص من كل كنائس الإبرشية بكل المراحل العمرية، والهدف منه
اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الأولاد والشباب. نشكر ربنا النهاردة كان المعرض بتاع الرسم الحر بالنسبة للأولاد وشباب البروشية من كل الأعمار، وكل واحد عنده موهبة بيعبر بالرسم. كان النهاردة في حوالي أكتر من 75 حد مشترك، والرسومات بتاعتهم تتدرج من الفنية والمهنية قوي والبسيطة قوي. فيعني هو موهبة، المفروض كل واحد عنده موهبة من ولادنا نستثمرها ونشجعها وننميها. أول ما شفت الإعلان بتاع المعرض بلغت الولاد على الجروبات الكورال والتياتر المسرح وجروبات المسؤولين عن الأسر مدارس الأحد، وبالفعل الولاد اتصلوا بيا. الكاتدرائية هنا عندنا بعيدة شوية بالنسبة لكنيستنا، فأنا أخذت كل الرسومات وجبتها هنا الكاتدرائية، والولاد مبسوطين جدا بالمعرض. رسمة ماما العذراء أخذت فيها يوم ونص، لأن هي فيها مجرد بس التظليل بس اللي اخذ مني وقت شويه، لكن بدات بالرصاص الاول وحددته، وبعد كده بدات بالفحم لان ده قلم فحم اللي انا عامل بيه. اخذ مني يوم ونص وبعد كده خلصتها. تاني واحده اخذت مني شهر، لان فيها شغل بالفحم اكتر وتفاصيل اكتر بكتير. مثلا تقسيمه الوش مع العين والحزن اللي في الوش دي اخذت وقت مني كبير جدا، لان ما كانتش سهله. ان انا ببدا بالرسمه مفروض نقسم الورقة والأول، لكن أنا ببدأ على طول من غير ما أقسم. أنا بعمل حروسية، وفي حصان هناك أنا بحبه قوي فرسمته. عملت الزلزال بتاع سوريا، ده ولد وبنت إخوات، والبنت لما حد جي يعني يطلعها قالت له طلعني واشتغل عندك خدامة، فأبخي هو يعني طلعها بس خد وقت شوية. والناس اللي بالأبيض دول ناس راحوا من في السماء من المشكلة اللي حصلت دي. وفي نهاية اليوم قام نيافة الحبر الجليل أنبا مارك أسقف الإبرشية بتوزيع هدايا لكل المشاركين والتقاط الصور التذكارية. من باريس، مينا سلامة، سي تي في. نيافة الأنبا سربامون أسقف عطبرة وأم درمان وتوابعها صلى القداس الإلهي يوم الأحد الموافق 12 من مارس بكنيسة الشهيد مريمينا العجيبي بأم درمان، وقام نيافته بترقية مجموعة من الشمامسة من رتبة إبسالتوس إلى أوغنوستوس. نتابع. تهللت كنيسة الشهيد العظيم مارمين العجايبي بأم درمان بترقية مجموعة من أبنائها الشمامسة الناشئين من رتبة إبسالتوس إلى أغنوستوس، وذلك بعد تسليمهم مجموعة من الألحان الكنسية مثل لحن كي إبرتو الذي سيصلون به في أسبوع الآلام المقبل. وهو الشيء الذي زاد من بهجة شعب الكنيسة أن أبنائهم من سن مبكر يتقنون الألحان والأناشيد الكنسية. أشكر ربنا أن ربنا كلل تعبنا بالنجاح. صلى معنا الليلة صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا سربامون، وتم ترقية 40 من الشمامسة من رتبة إبسالتوس لرتبة أغنوستوس. نتمنى من ربنا يعني يكفئهم خير ويبقوا مسمارين في الخدمة ويدعموا دائما على القداسات ويطلعوا حاجة حلوة يفرح يعني قلب ربنا تفتخر بهم الكنيسة. يعني أنا النهاردة سعيد جدا بالترقية من إبسالتوس لأغسطس، وأتمنى بصلواتكم أن ربنا يستخدمنا لمجد اسمه. نشكر الله ونشكر صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا سربامون أن النهاردة ادانا بركة في الكنيسة بترقية بعض من الشمامسة في حدود 40 واحد تقريبا، ودول ترقوا بناء على حفظهم لبعض الألحان اللي هي أهلتهم أنه مترقوا من رتبة الإبسالتوس لرتبة الأغنوستوس. الأغنوستوس معناها قارئ. قادر ربنا بارك في خدمتهم مزيدا من الرتب الجاية إن شاء الله. من داخل كنيسة الشهيد العظيم ماري مينا، إسحاق صادق، سي تي في. برحب بحضراتكم مشاهدينا وأخبار الكنيسة في الصحافة، واللي هنبدأها من جريدة وطني بتاريخ 21 من مارس تحت عنوان
وزيرة الهجرة تزور مقر إبرشيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي. السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قامت بزيارة مقر إبرشيت الأباط الأرثوذكس في لوس أنجلوس اللي تأسست عام 1995 من أجل لقاء نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، وكان بحضور السفير أحمد شاهين قنصل عام مصر في لوس أنجلوس والأستاذ رأفت صليب رئيس اتحاد المصريين بالولايات المتحدة والوفد المرافق للوزيرة، وشارك في استقبال الوفد المصري الأنبا إبراهام الأسقف العام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وكمان الأنبا كيرولوس الأسقف العام للتعليم المسيحي لإبرشيت الأقباط الأرثوذكس في لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، وهو أول أسقف أمريكي المولد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مشاهدينا، دي كانت أهم أخبارنا، أفكر حضرتكم مرة تانية بأهم العناوين. قداسة البابا يكرم أسر الأبناء ذوي الإعاقة السمعية ويحذر من زواج الأقارب. قداسة البابا يستقبل وفد أساتذة جامعات أوروبية. قداسة البابا يدشن كنيسة الملكة هيلانا بالمعادي ويهدي جزءا من رفات الملكة هيلانا للكنيسة المدشنة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم، أقابلكم الخميس اللي جاي في حلقة جديدة من نبض الكرازة. أشوفكم على خير.